أهلا بكم في نشرة بانورامية جديدة نقدمها لكم من قناة مساواة الفضائية. تجاوزت إسرائيل الاتفاقيات الدولية وضربت عرض الحائط بمواثيق حقوق الإنسان بعزمها مواصلة مشروعها الاستعماري بضم أراض فلسطينية جديدة لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية. ومع اقتراب موعد الضم في بداية تموز ارتفعت وتيرة الاستنكارات الدولية والعربية بهذا القرار، استنكارات تقابلها إسرائيل بالإصرار على نهش الجسد الفلسطيني، ومن جهة أخرى تنهش الجريمة والعنف جسد المجتمع العربي في البلدات العربية، فقد وصلت نسبة العنف إلى ذروتها، ومن شبح العنف إلى شبح الأزمة الاقتصادية جراء إغلاق المحال التجارية في الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا، حيث أدى هذا الإغلاق المؤقت إلى إغلاق دائم لبعض المصالح التجارية في البلدات العربية وارتفاع في نسبة البطالة والفقر. إلى العناوين. معارضون في إسرائيل يخشون من تقويض الحريات والخصوصية عبر قانون كورونا. 42% من جرائم القتل في المجتمع العربي هم دون سن 30. نحو 10,000 بين طالب ومدرس إلى الحجر الصحي بعد تشخيص إصابات كورونا. أهلا بكم. عبر 51% من الإسرائيليين عن معارضتهم لأي مشروع ضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية لإسرائيل الذي يطرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في السنة الأخيرة، وذلك في دراسة موسعة نشرها معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب. هذا وأيد 27% ضم الكتل الاستيطانية فقط، بينما أيد 14% فقط ضم جميع المستوطنات وبضمنها تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية وفي عمق الضفة الغربية، كما وأيد 8% ضم أحادي الجانب لكل الضفة الغربية وبضمنها المنطقة الفلسطينية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبا عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقال بومبيو خلال مقابلة مع برنامج بودكاست إن بلاده مصممة على حماية الأمريكيين وحلفائها في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة على حد تعبيره. أحيل عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادي إلى الحجر المنزلي بعدما شخصت إصابة مرافقه الشخصي بفيروس كورونا، كما اضطر طاقم المكتب البرلماني للنائب أبو شحادي التزام الحجر الصحي المنزلي، وقد أوصي كل من كان على تواصل مع المصاب بالدخول للحجر الصحي وإجراء فحص كورونا. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا النائب سامي أبو شحادي. أهلا بك سامي. أول عضو في القائمة المشتركة يتم تحويله إلى الحجر الصحي، كيف حالك؟ أنا الحمد لله تمام، وإيش تحياتي لك ولجميع المشاهدين. أنا الحمد لله صحتي تمام، صديقي والسائق اللي بيشتغل معي جريس اتضح أنه عنده الكورونا، له أكم من يوم هو ما بيجي على الشغل، بس أنا يعني بكرة يمكن أروح أفحص على أساس أتأكد أنه أنا ما انعديت، ولكن هاي فرصة أنه إحنا نذكر أهلنا بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه من أول ما طلع مرض الكورونا، أنه في وباء والمرض موجود، ومرض جدي ومرض حقيقي ومرض مؤذي ومرض معدي، والاستهتار اللي عم نشوفه آخر أسبوعين وكأنه مجتمعنا لحاله قرر أنه تم القضاء على الكورونا والكورونا بطلت موجودة، فهذا وهم. ومهم جدا نرجع كلياتنا نلزم بالتعليمات وزارة الصحة ونأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. أنا حابب أترجى جميع اللي عم بيحضرونا، كل المشاهدين، كل الأهل، كل الناس، أنه نرجع ونتعامل مع أنه هذا المرض موجود، وتعليمات وزارة الصحة بتساعدنا كلياتنا، بتساعد كمان الناس أنها ما تعدي بعض، وبتساعدنا أنه إحنا ما نعدي أهلنا وأصدقائنا وأحبتنا. فمهم جدا
نرجع نحافظ على تعليمات وزارة الصحة ويكون بوعينا كل الوقت أنه هذا الوباء موجود. ماذا عن فريق المكتب، يعني فريق العمل المرافق لك؟ حتى الآن أنا يعني لما عرفنا الخبر توجهت للطبيب الكنيسي وتحدثت معه كمان على حالتي أنا وكمان على حالة المستشارين. ما حدا عنده أعراض المرض، ما حدا يعني لحد هلا ما حدا اكتشف أنه في عنده أعراض المرض، ولكن جميعنا اتفقنا أنه كمسؤولية منا أنه نتوجه ونعمل الفحوصات، وطبعا اذا كان في اي شيء ثاني نحتلم فيه الناس رايحين نعلن طبعا لكل وسائل الاعلام على اساس الكل ياخذ الحذر ويعمل الفحوصات اللازمه. نعم، شكرا لك سامي ابو شحادي، وعلى امل ان لا تحمل الفيروس انت وطاقم العمل، شكرا لك. يستغل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أزمة فيروس كورونا من أجل توسيع صلاحياته بشكل يمس بحقوق المواطن، وذلك من خلال سعي حكومته إلى سن قانون بات يعرف باسم قانون كورونا، يسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى 10 أشهر، بإمكان الحكومة خلالها المصادقة على أنظمة لتقييد حرية حركة المواطنين. استغلال تام لأزمة كورونا مارسته الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بهدف توسيع صلاحياته على حساب حقوق وحرية المواطنين، لتضرب هذه السياسات مجددا من خلال محاولة سن قانون ما يسمى قانون الكورونا، والذي يسمح بتمديد فترة الطوارئ إلى 10 أشهر، يسمح للحكومة خلالها المصادقة على أنظمة تقيد حرية المواطن. هذا المقترح يمس بحقوق إنسان أساسية، بحقوق مواطن أساسية، ويمس بمفاهيم معروفة دوليا من حيث النظم الديمقراطية. بلا شك أن نتنياهو يقوم الآن باستغلال الأزمة الصحية في البلاد وفي العالم لكي يأخذ لنفسه صلاحيات استبدادية في مجال تقييد الحركة، في مجال تقييد حرية التعبير وتقييد عمل المؤسسات العامة. نحن بدورنا ليس فقط سنعارض هذا القانون، وإنما سنعمل على التحذير من خطورته على حقوق الإنسان، على حقوق المواطنين، وتحديدا على المس الخطير بحقوق الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد. وفق قانون أساس يسمح بإقرار حكومة الطوارئ فقط لمدة 3 أشهر، وبهدف تمديد هذه الفترة ينبغي سن قانون لذلك، ليستغل نتنياهو هذه الفرصة ويوسع من صلاحياته الخاصة التي ستتيح لحكومته فرض حظر تجول أو تقييد عدد العاملين أو إغلاق أحياء كاملة بحجة أمان وصحة المواطنين. النقاش حول قانون الكورونا هو بما يتعلق بمتابعة المشكوك فيهن، وهي توسيع لصلاحيات الجهاز الأمن العام المخابرات الإسرائيلية، توسيع لهذه الصلاحيات للمتابعة تبع الناس، أخذ صلاحيات اللي كان المفروض تكون عند وزارة الصحة وعند الشرطة وتحويلها لقضية أمنية. أنا باعتقادي الحكومة مش بحاجة لهذا القانون، لديها آليات للمتابعة وأيضا برامج حوسبة لمتابعة الناس، استخدام لآليات عسكرية، لآليات أمنية، لأهداف مدنية، هذا يجب معارضته. على ما يبدو الحكومة تنفذ وتستخدم هذا القانون، وستواصل استخدام هذا القانون أيضا، الممارسات هاي ستواصل استخدامها أيضا خلال الأسابيع القادمة. الديمقراطية التي لطالما لوحت بها إسرائيل باتت تتلاشى يوما بعد يوم، لتأتي أزمة كورونا وتكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي تمارس نهج كم الأفواه وتقييد الحرية الشخصية بحق المواطنين من خلال سن قوانين عنصرية تتناسب ومصالحها. ولمناقشة هذا القانون تنضم إلي السيدة عايدة توما سليمان، عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة. أهلا بك سيدة عايدة. سيدة عايدة، ماذا يضيف هذا القانون عن حالة الطوارئ الدائمة الموجودة في البلاد؟ يعني هما أمران أولا يعني أساسيين يضيفن هذا القرار أو هذا الاقتراح. أولا التمديد حتى 10 أشهر بدون أن يتاح فرصة لنا لمناقشة أو للكنيسة مناقشة كل 3 أشهر إذا كان هناك حاجة للتمديد أم لا، وهذا يعطي مساحة واسعة من الوقت
لنتنياهو يعني تنتهي عمليا بانتهاء السنة الأولى من حكومته، اللي أصلا كل المحللين السياسيين يقولون بأنه على الأغلب هذه الحكومة لن تستمر أكثر من عام أو عام ونصف. بالتالي هو يريد فترة زمنية محددة يكون فيها هو الحاكم والآمر الناهي في كل القضايا التي تدور في الدولة تحت غطاء الكورونا، لأنه الأمر الأول كما قلت العامل الزمني بمعنى التمديد لعشر أشهر، والعامل الثاني هو إعطاء صلاحيات مطلقة ليس فقط للحكومة، هو يقول إنه للحكومة ولكن بمسؤولية أساسية لرئيس الحكومة، يعني رئيس الحكومة يستطيع أن يتخذ هذه القرارات اللي فيها انتهاك للحريات الشخصية، اللي فيها إعطاء الشرطة أيضا مساحة واسعة للتحرك وحتى اقتحام المنازل، فيها تعقب واستغلال لأدوات عسكرية لتعقب وراء المواطنين. اليوم تبدأ بقضية يعني محاولة حصر أين تتنقل العدوى، ورأينا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية اللي استعملوا هذه الأساليب قبل لموضوع العدوى، الأيام الأخيرة بدأوا يستعملوا نفس الوسائل لتعقب وراء المتظاهرين. نعم، هل يمكن بهذه الطريقة أيضا تعقب حركة الفلسطينيين؟ يعني إن كنت تحاولين المقاربة بين ما يحدث في الولايات المتحدة وإسرائيل، هل يمكن أن يحدث هذا مع الفلسطينيين أيضا؟ يعني دعيني أبدأ أولا بأنه أن ننطلق من منطلق وكأنه الآن سيبدأ بالتعقب المواطنين، مخطئ خطأ كبير، لأنه أنا أعتقد أن إسرائيل يعني الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تقوم بهذا التعقب، وحتى ولو كان تحت الرادار ولم يتم الكشف عنه حتى الآن، ويستعمل فقط عندما يرون حاجة لاستعماله يخرج إلى النور، ولكن عملية التعقب جارية، ونحن نعرف أن المنظمة يعني المؤسسات المخابراتية تعمل على ذلك، على الأقل على النشطاء السياسيين ممكن. الآن سيصبح الأمر شرعي وعلني ويستعمل لأي هدف يراه رئيس الحكومة مناسب في هذه الحالة، يعني قد يبدأ بالعدوى ولكن له الصلاحية أن يعطي أوامر خلال عشرة أشهر لا نعرف إلى أين ستصل. علينا التذكر جيدا بأنه العشرة أشهر هذه لن تكون فقط فيها كورونا، ولكن يتم الحديث عن أن يكون هناك أيضا ضم للمناطق الفلسطينية المحتلة. نعم، العشرة أشهر قد تشهد احتجاجات وقد تشهد تصعيد خطير على المستوى السياسي. طيب، من الواضح أنه قانون سياسي وليس قانون صحي سيدة عايدة، من الواضح أنه قانون سياسي وليس بالضرورة قانون صحي، كيف يمكن مجابهة يعني هذا القانون؟ هل التوجه إلى القضاء مثلا، خاصة أنه قانون أساس عم بيصير؟ يعني في المرحلة الأولى إذا تم طرح القانون كما تعلمين المحكمة العليا لن تنظر في قانون يتم البحث فيه في الكنيسة، لأنها ستقول قد يكون المسار في الكنيسة يوصل إلى عدم إقرار القانون، أنا أنظر في هذه القضايا عندما تحدث. في البداية يجب العمل بشكل مكثف لرفع وعي الجمهور والمؤسسات الإسرائيلية من المجتمع المدني بمعنى الفاعلة في الناحية اليهودية أيضا، إنه هذه القضية لم تعد فقط قضية الجماهير العربية الفلسطينية، هذه قضية تمس بكل قيم وما تبقى من أشلاء حتى الديمقراطية الشكلية اللي كانت قائمة حتى الآن. فأولا يجب العمل بشكل أيضا جماهيري، عمل برلماني تصدي ومحاولة تغيير هذا القانون أو عدم الوصول إلى اتفاق حوله، وفي حال أقر القانون تبقى كل الأبواب مفتوحة بما في ذلك القضاء. نعم، السيدة عايدة توما سليمان عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة، شكرا لك. طلب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانس من رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي بالبدء بالتحضيرات لما وصفه بالتدابير السياسية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في الضفة الغربية، في إشارة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم أراضٍ فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.
ومن جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن حكومته ستعمل على إنشاء مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي السيد واصل طه، قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا بك سيد واصل. سيد واصل، ماذا يمكن أن يردع نتنياهو عن قرار الضم؟ يعني بداية أود أن أعلق على مصطلح ضم. ضم يضم في اللغة فيها نوع من الإيجابية أو فيها نوع من رائحة المشروع الإسرائيلي، وهي تسمية إسرائيلية. في الحقيقة يجب أن يطلق على هذا المشروع، أو نطلق على هذا المشروع، مشروع قصته وسرقة الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد أن تم الاتفاق مع الفلسطينيين على مرحلة انتقالية انتهت، وأداروا المفاوضات وطوروا المفاوضات وأوقفوا المفاوضات ولم ينفذوا شيئا مما التزموا به. لذلك هي عملية سطو وسرقة واستكمال للسطو والسرقة الذي بدأ منذ 7 قرون. فباعتقادي يجب أن هذا المصطلح يجب أن نفرغه من إيجابياته التي توحي به الحكومة الإسرائيلية أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام العام العالمي. هي عملية سطو وسرقة للأرض وقضم للأرض الفلسطينية خدمة للطرف الآخر المستعمر المستوطن المحتل. لذلك يجب أن يوضع الفوكس في الأساس على الاحتلال وعلى الإحلال. هو مشروع سرقة وسطو وإحلال للأرض الفلسطينية. فبالتالي نحن كفلسطينيين يجب أن نسير باتجاه واحد ببرنامج استراتيجي موحد يشمل كافة أبناء الشعب الفلسطيني ضد عملية السطو هذه، ويجب أن نعبئ أيضا ما استطعنا في الرأي العام الإسرائيلي الرافض لهذه السياسة، سياسة السطو والسرقة التي تقوم بها حكومة نتنياهو. لذلك أنا أعتقد أن هناك مسارين، مسار فلسطيني يعطي الجواب، ونحن على ثقة بأن الحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أعطت الأجوبة الشافية بهذا الاتجاه سياسيا لكل من هو معني في الأمر. وبالتالي الجانب الآخر هو جانب الوحدة الوطنية التي يجب أن تتجسد ويجب أن تقوم ويجب أن تتخلى الفصائل عن مطالبها الفئوية لتجسد وحدة وطنية واحدة ضد هذا المشروع وضد هذا السطو وضد هذه السرقة. هذا من الناحية الجانب الفلسطيني. الجانب العربي يجب أن يجند أيضا الجانب الأردني والجانب المصري كونهم لهم علاقات مع إسرائيل، ويضعوا الحد كما يقول مثلا الشعبي الحد على المفصل، بمعنى هذا هو الحد النهائي في قضية استمرار العلاقة. العلاقة بين مصر وإسرائيل، بين الأردن وإسرائيل، بمفهوم الضم، بمفهوم السلخ، السطو، ما شئتم سموه، هو يضر بهذه العلاقة. طيب. إضافة إلى ذلك، على الإقليم العربي أن يدعم التوجه الفلسطيني. سأعود إلى الجانب الأول سيد العربية. نعم، سأعود إلى الجانب الأول سيد واصل، وهو الجانب الفلسطيني. إلى أي مدى يمكن لفلسطينية الداخل أن يلعبوا دورا على مستوى دولي في هذه القضية؟ يعني إذا نظرنا إلى عملية السطو في داخل الأراضي الفلسطينية منذ 70 عاما، أو تحديدا بعد 67 المطروح حاليا على الساحة، فهناك أمور كثيرة. الأحزاب الإسرائيلية معارضتها لهذا السطو وهذه السرقة نسبية. هناك من يؤيد بشكل قاطع وشامل فرض السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية، هناك من يدعم جزئيا، وهناك من يتحفظ، وهناك من يقول لا لهذا الضم. الذين يقولون لا معروفين، هم الأحزاب العربية في داخل الكنيست بشكل قاطع المشتركة، وأيضا بعض المجموعات الإسرائيلية الديمقراطية اللاصهيونية التي ترفض السطو على كل الأرض الفلسطينية ب67 وتدعم حل الدولتين بما في ذلك على أرض 67 بما في ذلك القدس. فبالتالي يجب علينا نحن أن نقوي هذا الجانب، أن نتصل بهذا الجانب، وأن نحرك ونفعل هذا الجانب أكثر وأكثر من خلال التظاهرات المشتركة، من خلال العمل المشترك، من خلال تجنيد أكبر عدد ممكن. نحن نرى أيضا أن في الجانب الإسرائيلي هناك في جهات أمنية،
رؤساء الأجهزة الأمنية السابقة يعارضون من منطلقاتهم، من منطلقات الحفاظ على أمن إسرائيل، من منطلقات الخوف من انتفاضة، الخوف من مقاومة شعبية تشمل كل الشعب الفلسطيني. هذه التخوفات كلها يجب أن تصب في مصلحة وقف السطو ووقف هذه السرقة. باعتقادي لنا دور نحن في 48 من خلال المشترك، من خلال قياداتنا، هيئاتنا ومؤسساتنا، أن نفعل تأثيرنا قدر الإمكان على الشارع الإسرائيلي كي نخترق ما يمكن اختراقه وتجنيد ما يمكن تجنيده لدعم هذا المسار. طيب، على ما يبدو أيضا أن إسرائيل تجاوزت الاتفاقيات الدولية وضربت بعرض الحائط أيضا جميع المواثيق الدولية، ويعني في استنكارات من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الدول العربية. ماذا بقي لإسرائيل أن تعول عليه؟ هل فقط التعويل على الجانب الأمريكي أم هناك شيء آخر برأيك؟ يعني في رأيي أن الاستنكارات التي تصدر عن العواصم الأوروبية هو شيء إيجابي، ولكن في نفس الوقت لا يكفي. هناك في التاريخ قامت الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة بضغط شعبي، بقطع العلاقات مع نظام جنوب أفريقيا العنصري، وما يحصل هنا من سطو وسرقة أدى ويؤدي إلى دولة عنصرية، دولة عزل، بناء جدار عزل فلسطينيين، تقطيع أوصال الشعب الفلسطيني، عنصرية في التشريع، عنصرية في القوانين، في ضد المواطنين العرب في داخلها. باعتقادي هذا كله يجعل من إسرائيل دولة يهودية بامتياز بالممارسة ضد الشعب الفلسطيني. بمعنى آخر، يريدون فرض يهودية الدولة حتى على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه العنصرية على مدار 70 عام. باعتقادي آن الأوان للدول الأوروبية ولكل دول العالم أن تتخذ إجراءات وموقف حاسم من هذا الموضوع، وهذا يتعلق بنا نحن الفلسطينيين، يتعلق بالعرب بكيف يؤدون هذا الدور على الساحة الدولية. نعم، على ما يبدو أتى وقت اتخاذ المواقف. سيد واصل طه القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا لك. تحت عنوان لا للضم والاحتلال، نعم للديمقراطية، تنظم قوى يسار عربية ويهودية مظاهرة يوم السبت القادم في تل أبيب ويافا، تنديدا ورفضا لمخطط الضم والمطالبة بتحقيق سلام عادل وإنهاء الاحتلال. ولمناقشة هذه المظاهرة وأهميتها ينضم إلي السيد منصور دهامشي، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك سيد منصور. ما هي المقولة الأهم يوم السبت برأيك؟ المقولة الأهم هو بناء تحالف واسع من قبل القوى العربية والقوى الديمقراطية اليهودية في الشارع الإسرائيلي من أجل الوقوف أمام مؤامرة الضم والاحتلال. ونحن ذكرنا أن هذين المطلبين هما الأساس لهذه المظاهرة، أي إنهاء الاحتلال وإحقاق الحق العادل للشعب العربي الفلسطيني، وطبعا إلغاء قضية الضم وضم الأراضي الفلسطينية إلى دولة إسرائيل، واللي هي جزء من مؤامرة القرن واتفاقية القرن بين ترامب وإسرائيل. ولذلك نحن بادرنا إلى عقد هذه المظاهرة في قلب تل أبيب لنخرج صوتا واحدا موحدا من قبل كل القوى المعارضة لاستمرار الاحتلال ولعملية الضم، ولنقول كلمتنا أمام هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال وإحقاق الحق العادل للشعب الفلسطيني وإحلال السلام لكلا الجانبين. طيب، كيف ترى جهوزية الشارع الإسرائيلي في هذا الموضوع؟ يعني نحن في خضم أزمة صحية وفي خضم أزمة اقتصادية أيضا، يعني هل ترى الشارع الإسرائيلي متفرغ يعني أو يدعم هذه القضايا أو ربما بعيد عنه؟ أولا، نحن نعلم كلنا بأن العالم كله بأسره هو في قضية الوباء الكورونا وتبعات وباء الكورونا، ولكن هذا لا يعني أننا نترك الأمر جانبا. نحن من يعمل ومن يناضل من أجل تغيير الجو القائم وتغيير الوضع القائم. الوضع القائم اليوم هو في حالة لا مبالاة وحالة سبات عامة بسبب تصرفات هذه الحكومة. وأنت كما تعلمين ويعلم الجميع أننا وراء معارك انتخابية متتالية، يعني 3 محطات انتخابية كانت التي أجهضت العمل السياسي في البلاد، ولذلك نحن نقوم بواجبنا وبالأمانة التي نتحمل مسؤوليتها بالكامل، وهي أمانة في أعناقنا أن نقف أمام هذا الزحف اليميني وأمام المؤامرات اليمينية من خلال ترسيخ الاحتلال وتوسيع الاحتلال
والقضاء على الحلم الفلسطيني في إقامة دولته والقضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية بالكامل، هذا ما تسعى إليه هذه الحكومة اليمينية، ونحن يجب أن نقف لها بالمرصاد وأن نحرك الشارع الإسرائيلي، لا أن ننتظر أن يتحرك الشارع الإسرائيلي، نحن نصنع التاريخ واليوم النضالي ولا ننتظر من أحد أن يحرك هذا الموضوع. هذه أمانة في أعناقنا، وأنا أتوجه لكل الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية أن تقف إلى جانبنا في وجه هذا الضم، وجه هذه الممارسات الحكومية اليمينية المتطرفة التي تأتي يعني الكارثة. طيب. سألت سيد واصل طه مسبقا سؤال، ما أهمية وما هو دور فلسطينية الداخل في موضوع الضم، وأعيد أسألك نفس السؤال، برأيك ما أهمية وما هو دور فلسطينية الداخل في مجابهة هذه قضية الضم؟ نحن أولا نقف في صلب المناهضين لعملية الضم، إذا كان في الداخل وإذا كان في الخارج، وأنا أقصد أنا كجزء من الشعب العربي الفلسطيني، كون هذه المؤامرة هي على الشعب العربي الفلسطيني، ونحن جزء حي واعي وأصيل من هذا الشعب العربي الفلسطيني، وعلينا تقع المسؤولية الكبيرة بأن نقف أمام هذا الضم، علينا واجب كبير جدا أن نكون فعلا في الصف الأول لمناهضة هذا الضم والممارسات اليمينية، ولذلك قمنا في توسيع الحلقة المناهضة والمعارضة والوقوف أمام هذا الضم، لذلك بادرنا نحن في الجبهة وفي الحزب الشيوعي من أجل عقد اجتماع واسع لكل الحركات السياسية اليسارية في الشارع الإسرائيلي، وقد حضر الاجتماع التحضيري لهذه المظاهرة حوالي 24 حركة وجمعية سياسية يسارية من أجل أن تكون شريكة في هذا النضال، ومن أجل الاستمرار في النضال، حيث سينطلق شرارته الأولى في المظاهرة التي تأتي بذكرى حرب حزيران، وتنطلق من قلب تل أفيف في 6/6/2020. هذه المظاهرة أتت لتقول أن هناك مجموعة كبيرة جدا من الشعب الإسرائيلي والشعب العربي الفلسطيني في البلاد يقفون في وجه الضم ويعارضون الضم جملة وتفصيلا، ويعارضون الاحتلال، ليس فقط الضم إنما الاحتلال الذي كان هو السبب أساسي في الضم وفي كل الكوارث والمصائب لكلا الشعبين في البلاد. رسالة مهمة ومظاهرة أيضا مهمة في خضم كل ما يحدث. السيد منصور دهامشي سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا لك. وصل عدد ضحايا جرائم القتل العام الماضي إلى 85 ضحية، وهو رقم قياسي نسبة لسنوات سابقة، وفقا لبحث أصدرته جمعية الشباب العرب بلدنا بالتعاون مع جامعة كوفنتري البريطانية. ويرصد التقرير جرائم القتل في البلاد على مدار السنوات التسع الأخيرة تحت عنوان 9 سنوات من الدم. ظاهرة العنف التي تفتك بالمجتمع العربي في البلاد، والتي حصدت مئات الأرواح في السنوات الأخيرة في ظل تقاعس سلطوي بالتصدي لها، دفعت جمعية الشباب العرب بلدنا لإعداد تقرير إحصائي لرصد جرائم القتل في المجتمع العربي. التقرير أجى يرصد حالات القتل والعنف في الداخل الفلسطيني بين السنوات 2011 ل2019، باستثناء القتل على يد الشرطة، باستثناء القتل في القدس والجولان. عملنا تصنيفات للضحايا بحسب الأعمار، بحسب المناطق، بحسب أداة القتل وجنس الضحايا. التقرير رصد 575 ضحية في هاي التسع سنوات بمعدل 64 ضحية بالسنة. طرأ انخفاض على أعداد الضحايا بين السنوات 2013-2016، ورجع يرتفع في العام 2017-18-19 لحد ما وصل 85 ضحية في العام 2019. الارتفاع اللي صار احنا بنرجحه لسبب انه صار في ارتفاع في منطقة الشمال من 7 ضحايا في العام 2018 ل24 ضحية في العام 2019. تحت عنوان 9 سنوات من الدم، كشف التقرير عن أرقام مرعبة من حوادث القتل تحديدا لدى فئة الشباب، حيث تظهر المعطيات أن أكثر من 42% من القتلى العرب في السنوات التسع الأخيرة هم من الشباب تحت سن 30، وأكثر من 50% من الضحايا من النساء
تحت سن 34 في ظل صمت شرطوي ودون طرح حلول للأزمة. احنا اذا بناخذ من سنة 2000 20 سنة لورا، احنا بنحكي عن 1500-1600 انسان قتل في البلاد هون، اللي للأسف الإحصائيات بتورجي إنه نسبة القتلى العرب في الدولة أكثر بخمس أضعاف من نسبة القتلى اليهود، أوكي؟ مع إنه إحنا نسبتنا بالدولة 20%. فالأرقام بتحكي على 1500-1600 إنسان اللي قتل، لما إحنا بنتوقع من الشرطة إنه تقوم بواجبها زي ما هي بتقوم بواجبها بنتانيا أو بنهرية، فإحنا أو بالقدس أو بتل أبيب، فإحنا كمان متوقعين أنه كمان ينعمل نفس النظام ونفس العلاج للمشاكل ونفس التعامل مع الإجرام والعنف بكورونا ومدننا العربية، بالناصري، بكفر كنا، بالريني، باللد، بالرملة، بأي محل. مش يكون في سياسة التكييل بميزانين، مرة هيك ومرة هيك. أشار التقرير إلى أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي عام 2018 شكل 8 أضعاف مقارنة بالمجتمع اليهودي. في أزمة يعاني منها المجتمع العربي عامة وتفتك بنسيجه الاجتماعي دون أن تحرك الشرطة ساكنا. معطيات مقلقة حقا، ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلي وئام بلعوم، مركز بحث العنف في جمعية بلدنا وطالب دكتوراه في جامعة توبنغن الألمانية. أهلا بك وئام. وئام، يعني ما أهمية هذا البحث في خضم ما يحدث من ازدياد في وتيرة العنف والجريمة في البلاد؟ أهمية البحث عمليا في أنه لا توجد عمليا أبحاث تبحث ظاهرة الجريمة وتضع معلومات صلبة حولها. في الحقيقة عندما بدأ يعني فريق البحث قبل حوالي عام ونصف هذا العمل، لم تكن هنالك، يعني ذهلنا من شح المعلومات التي الموجودة حول الظاهرة. هنالك فقط معلومات صحفية عندما يقتل شخص ما، ولكن لا يوجد معلومات مجمعة بشكل منظم حول الظاهرة. لذلك البحث حاول أن يرصد ملامح هذه الظاهرة من خلال فحص عدة أمور، مثل جيل الضحايا، مناطق وجود العنف، مناطق أو بلدات التي يتم فيها القتل. كذلك حاولنا فحص كل موضوع الجيل وجنس نعم الضحايا. سأدخل معك يعني وئام، سأدخل إلى موضوع الجيل. يعني في البحث يوجد 42% من الضحايا هم في جيل 19 حتى 30. ماذا يشير هذا المعطى عن التغييرات الاجتماعية التي تحدث لدى الشباب؟ يعني هذا مؤشر خطير جدا. في الحقيقة نحن لا نملك يعني معطيات اللي قبل عام 2011 بما يتعلق بانخراط الشباب في الجريمة، ولكن هذا المعطى يدل بشكل كبير أن الظاهرة هي ظاهرة شباب بشكل أكبر. طبعا الموضوع له علاقة بظاهرة البطالة، له علاقة بظاهرة الفقر بالمجتمع العربي في الداخل. وهنا أريد أن أوضح، عندما نتحدث صحيح أن البطالة على الأقل قبل ظاهرة كورونا كانت نسبيا منخفضة، ولكن نسبيا لسنوات سابقة، ولكن عمليا الجريمة تعطي للشباب، أولا تعطي للشباب وظائف ذات قيمة أفضل وذات رواتب أعلى عمليا من الوظائف التي يتلقونها أو المعاشات التي من الممكن أن يتلقوها في أطر العمل العادية. كذلك يعني لاحظنا، واحد من الأمور التي لاحظناها أن الجريمة تعطي نوع من المعنى للشباب، يعني فقدان المعنى وغياب المعنى في ظل انحسار وفي ظل تراجع الأطر السياسية والأطر الاجتماعية التي جمعت بين الناس، عمليا
تعطي فرصة للجريمة للدخول إلى هذا الفراغ وتعطي معنى لهؤلاء الشباب. طيب ربما بدأت بالإجابة عن السؤال التالي، وهو هل من حلول مطروحة في البحث؟ يعني تنظيم أطر اجتماعية ربما هو أحد الحلول المطروحة في مواجهة العنف؟ يعني في الحقيقة البحث هو يعني بحث أولي ليطرح يعني معلومات لتكون مقدمة لأبحاث قادمة. لم نطرح حلولا في هذه المرحلة، ونرى أنه يعني نحن بحاجة لفهم الظاهرة بشكل معمق من أجل أن نعطي حلولا لها. ولكن أنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة بما يتعلق بقضية الحلول. لا يوجد حلول سريعة، ولا يوجد حلول يعني ممكن أن نعطيها وتوفر لنا مردودا سريعا. الحل يجب أن يكون شاملا على مستوى مجتمعي، والحل يجب أن يكون أيضا على مستوى سياسي. ذكرتم في التقرير أن الجريمة هي عمليا 5 أضعاف المجتمع، يعني حجم الجريمة هو 5 أضعاف المجتمع اليهودي. وفي السنة الأخيرة بالمناسبة في عام 2018 8 أضعاف المجتمع، السنة ما قبل الأخيرة 8 أضعاف المجتمع اليهودي و5 أضعاف المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربية. لذلك هنالك وضع خاص عند الفلسطينيين بالداخل، لا نتحدث عن ظاهرة شخصية وإنما عن ظاهرة مجتمعية. ويجب أن يكون الحل له علاقة بالرؤية السياسية والرؤية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا، وأن لا يكون حلاً وأن لا تكون محاولة لإيجاد حل سريع، لأن كل حل سريع سيفشل في الحقيقة في هذه فيما يتعلق بهذه الظاهرة، وستزداد الجريمة إذا ما فكرنا بمنطقة الحلول. نعم السريعة. نعم، هذه المشاكل دوماً بحاجة إلى رؤية واستراتيجية طويلة المدى. السيد وئام بلعوم، مركز بحث العنف في جمعية بلدنا وطالب دكتوراه في جمعية توبنغن الألمانية، شكرا لك. أشارت وزارة التعليم الإسرائيلية اليوم أن عدد الطلاب والمعلمين المتواجدين حاليا في حجر صحي وصل إلى نحو 10,000، وقد تم إغلاق 13 مدرسة منذ الأمس، ليرتفع عدد المدارس المغلقة بسبب فيروس كورونا إلى 217. كما أعلن اليوم عن إصابة معلمة في مدرسة أبو عرار الابتدائية بفيروس كورونا، وفي أعقاب ذلك أحيل الطاقم التدريسي والطلاب للحجر الصحي. ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلي السيد خير الدين الباز من لجنة الطوارئ في النقب ومدير مؤسسة أجيك معهد النقب. أهلا بك سيد خير الدين. أولا، كيف حال المعلمة والطاقم التدريسي؟ الواقع أنه الظروف اللي بمر فيها المعلمين بشكل عام، وطبعا المعلمين في المدرسة اللي أنت ذكرتيها بشكل خاص، هي ظروف غير بسيطة. يعني وجود معلم أو معلمة أو طلاب في مدارس معينة مصابين بالفيروس، طبعا هذا يؤثر على كل البيئة، على كل المحيط. كما نعلم يعني كل المدارس التي اكتشف فيها حالات لإصابات بالفيروس تم إغلاقها، أو حتى في بعض الأحيان تم وضعهم في الحجر الصحي. وطبعا نحن نتمنى في هذه الفرصة للكل أن تكون صحتهم بصحة سليمة، وأن يتعدوا هذه الأزمة بكل سلامة وخير. طيب، هناك ازدياد في حالات الكورونا في النقب، برأيك ما السبب؟ يعني كمان ما هل بسبب أنه لا يوجد فحوصات كافية، أم عدم التزام المواطنين، أم الاثنين معا؟ برأيي يعني التزام العرب في الجنوب كان من الأكبر وفي كل الدولة، يعني حتى في الوسط اليهودي الالتزام في الجنوب كان التزام شبه مطلق، في المساجد، في المدارس، في الأسواق، في كل المحلات العامة. ولا ويعني حتى هذا السبب طبعا بأن كثير من القرى العربية في الجنوب لم تكن فيها حتى إصابة واحدة حتى الأيام الأخيرة. يعني في بداية الطريق أو في نصف منتصف الطريق كانت إصابات في رهط وفي حورة بسبب حادثة عينية محلية، ولكن في أغلب القرى والمدن، أغلب القرى والمجمعات السكنية في الجنوب لم تكن حالات أبداً، لأن الالتزام كان شبه مطلق. ما حصل في الأسابيع أو في الأيام الأخيرة بأن البيئة العامة في الدولة والإحساس العام في الدولة بأننا قد اجتزنا هذه المحنة وقد اجتزنا هذه الخطورة،
وكان الرجوع سريع جدا إلى الحياة الطبيعية، وهذا سابق لأوانه. يعني لم تكن تحذيرات كافية من الوزراء وزارة الصحة كما كان الحال في بداية الأمر، يعني لم تكن تحذيرات كافية وكان رجوع سريع للحياة الروتينية. نلاحظ بأن تأثير هذا في اليومين أو الثلاثة الأخيرين كان في راهط وفي حورة، يعني في راهط اليوم عدة إصابات التي كشفت في الأيام الأخيرة. من ناحية أخرى لم يعني حتى الآن لم تكن فحوصات كافية في كل المجمعات السكنية، ليس في راهط وليس في الأماكن الأخرى كعرعرة كما ذكرتي في المدرسة أو في حورة، لم تكن فحوصات كافية حتى الآن، ولذلك لا نستطيع أن نعرف يعني بشكل قاطع ما هو عدد المصابين الفعلي، وإنما هناك طبعا تقديرات. ما حصل في راهط اليوم هو إشارة ضوء حمراء يعني لجميعنا بأن نرجع إلى الحذر من جديد، يعني نرجع إلى الأوضاع التي كانت قبل أسبوعين أو ثلاثة. هي إشارة حمراء للجميع، ولكن أيضا إشارة حمراء على أن المدارس هي بؤرة، قد تكون بؤرة تفشي الفيروس كورونا من جديد. ما كيف يمكن يعني تجنب ذلك؟ برأيي، وهذا السؤال صعب، يعني لا يعني خذ بعين الاعتبار أن أولادنا في المجتمع العربي بشكل عام وفي المجتمع العربي في الجنوب بشكل خاص لم يذهبوا إلى المدارس حوالي 3 أشهر، ولم تكن هناك في كثير من الأماكن وخصوصا في القرى الغير معترف بها في الجنوب لم يكن تعليم عن بعد، وهذا تأثيره كبير جدا على مدارسنا. يعني اليوم نحن نطالب أن لا يكون إغلاق كامل للمدارس، وإنما يكون إغلاق لمدارس تتم فيها اكتشاف حالات للإصابة بالمرض، ومن ثم يعني الطلب هو أن تزيد الفحوصات لكي نكتشف بؤر التي تصيب أو التي يتواجد فيها المرض. يجب علينا أن نزيد عدد الفحوصات في هذه المناطق، يعني المطالبة من وزارة الصحة أن تدخل وبشكل مكثف بفحوصات في كل هذه المناطق، وأن لا تقوم بتسكير عشوائي لكل المؤسسات التعليمية ولكل المؤسسات الاقتصادية في المجتمع العربي. يعني نحن تأثرنا كثيرا في 3 أشهر الأخيرة من الإغلاق، والتأثير كان على الأطفال في المدارس، كان على أصحاب المهن، كان على كل مرافق الحياة، ولا يعني في هذه الفترة لا نطالب بإجراءات تعسفية يعني على كل المجتمع، لأن التأثير للأمد البعيد سيكون تأثير كبير جدا علينا الجميع. ولذلك اليوم الطريقة الأمثل للتعامل مع القضية أن نقوم بفحوصات في أماكن معينة في مدارس معينة، والإغلاق يتم حيثما يعني وصلنا إلى نتائج إيجابية. وهو طلب الكثير من المواطنين بزيادة عدد الفحوصات، وقد قالت وزارة الصحة أنها فعلا ستقوم بزيادة العدد، ولكن حتى الآن لا نرى فعلا أنها تنفذ ذلك. سيد خير الدين الباز، لجنة الطوارئ في النقب ومدير مؤسسة أجيك معهد النقب، شكرا لك. ضربة اقتصادية موجعة تكبدها أصحاب المصالح التي تعتمد على القطاع السياحي بالدرجة الأولى، دفعت ببعضهم إلى الإغلاق التام، ومنهم من بدأ بالبحث عن بدائل أخرى في ظل وعودات حكومية بالتعويض لا تستجيب إلى أدنى متطلبات واحتياجات المصالح بحسب أصحابها. لم تترك أزمة كورونا وهجر السياح لسوق الناصرة القديم خياراً آخراً للعم خازن سوى إغلاق مطعمه الصغير وافتتاحه من جديد خارج السوق الأثري الذي لطالما أحبه منذ أن كان صغيراً. بداية الكورونا هي طبعاً من شهر 1 أو 12 بعرفش بالضبط في العالم كله، وصلت بلادنا هون بشهر آخر 1 أو 2 يمكن، فبديت السياحة تنزل تخف، فاضطرينا صرت أنزل على المحل أخذ الخبزات وأروح فيهن، يعني بلا ما أخذ رغيفين 3 4 للي حوالي يعني، وهذا بطعميش خبز وبطلعش أجار ومصاريف المحلات. بس في المحل هذا عندي هون كنت مأجره أنا، فالجماعة كانوا بده يطلعوا كمان، هن تأثروا بهاي الفترة ما عادوش يقدروا يكملوا. شارع الكازانوفا المؤدي إلى كنيسة البشارة في مدينة الناصرة يبدو حزيناً، يخلو كلياً من السياح، وهو مشهد لم يعتده أصحاب المحال التجارية على طرفي الشارع الذين قرروا بمعظمهم عدم افتتاح أبواب محالهم رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، وكذلك هو حال الفنادق التي بقيت غرفها فارغة كلياً. الناصري حزينة، الناصري تضررت عدة مرات، المرة الأولى كونها في فرع السياحة
الاثار يعني تقريبا بين 30-40% بشكل مباشر بيشتغلوا في مجال السياحه، ان كان في المرافق اللي لها علاقه اقتصاديا بكل المجال مثل اوتيلات، بنحكي على مطاعم، بنحكي على فنادق صغيره، على بيوت ضيافه، بنحكي على مرشدين، بنحكي على حتى دكاكين لها علاقه ان كانت تذكاريات او ان كان غيرها، مصالح معتمده على السياحه بشكل او باخر، ان كانت بايعين الجمله في الخضره في المؤن في هاي الامور، كل هذه الامور مرتبطه ببعض. ضربه اقتصاديه موجعه تكبدها اصحاب المصالح التي تعتمد على القطاع السياحي بالدرجه الاولى، دفعت ببعضهم الى الاغلاق التام، ومنهم من بدا بالبحث عن بدائل اخرى في ظل وعودات حكومية بالتعويض لا تستجيب إلى أدنى متطلبات واحتياجات المصالح بحسب أصحابها. ولمناقشة آخر مستجدات الأزمة الاقتصادية ينضم إلي رسلان غنايم المستشار الاقتصادي. أهلا بك سيد رسلان. على ما يبدو كما شاهدنا في التقرير، التأثير الأكبر هو على أصحاب المصالح الصغيرة، كيف يمكن الخروج أو على الأقل مساعدة هؤلاء؟ تحياتي، مساء الخير للجميع. بدون شك انه بالاخص السياحه، ذكر بالتقرير كان مذكور بالنسبه لمصالح معتمده على السياحه، بشكل خاص السياحه راح تتضرر وتضررت، السياحه الخارجيه طبعا، نحكي احنا على السياحه الداخليه اللي راح تقوى راح تزيد هاي الفتره، بالاخص اصحاب المطاعم واصحاب المصالح اللي بيعتمدوا على السياحه على السواح. بشكل عام اصحاب المصالح التجاريه اللي ضررت بهي الفتره، الدوله والوزارات كان اعطت مساعدات خفيفه، مساعدات رمزيه عن نحكي عنها هيك، بالمقابل بتطلب من كل صاحب مصلحه تجاريه ياخذ المسؤوليه التامه على حاله ويحاول يطلع بشكل شخصي من الازمه اللي موجوده اليوم. كيف يمكن ان ياخذ صاحب مصلحه صغيره المسؤوليه على نفسه بالتعويض؟ يعني هو بازمه. اوكي، التعويض يعني هيك، التعويض راح يكون رمزي اذا كان في تعويض، حتى طبعا لحد اليوم يذكر بالاعلام انه تقريبا 40% من المصالح التجاريه اللي كانت مستحقه لهي التعويضات اللي عرضوا عليها وزاره الداخليه وزاره الضرائب، 60% من المصالح التجاريه الثانيه اللي ما اخذوا هذا التعويض، هاي هم حسب الميزانيات اللي عندهم حسب التقارير اللي بيقدموها هم غير مستحقين لهذا الدعم. من ناحيه ثانيه، الدولة والوزارة ما بتقدر تيجي تعطي تعويض تام كامل لكل الخسارات اللي كانت، الخسارة اللي كانت لكل المجالات التجارية، يعني خلينا نكون واقعيين على الوزارة، لكن نحكي على اقتصاد اللي هو كان ضعيف في الدولة هون في الاقتصاد المحلي، فما عندها استطاعة، ما عندها إذا نحكي على إسبانيا، على ألمانيا، على فرنسا، كان غاد تقريبا 80% تعويض لأصحاب مصالح تجارية اللي اضطرت، يعني نحكي كثير كبيرة. هناك طبعا الوضع الاقتصادي يختلف تماما عن الوضع الاقتصادي هون. فهنا للأسف راح يكون في ضرر أكبر. أصحاب مصالح تجارية اليوم بتطلبوا أنهم يلائموا حالهم للواقع الجديد اللي احنا عايشين فيه اليوم. يعني الحكي في التقرير أو يعني كما ورد، يعني الخروج من سوق الناصرة إلى أماكن أخرى، يعني حتى تغيير في ملامح المدينة التي كانت تعتمد بالأساس على السياحة، ماذا يمكن أن نفعل لهم؟ ممكن انه احنا نتوجه اليوم للسوق المحلي للسياحه الداخليه، راح تقوى مجال السياحه الداخليه في البلاد. يعني اذا بنحكي، اذا بنشوف بوقت العيد وخلال شهر رمضان كان عندنا السياحه، يعني الاماكن اللي كانت تعتمد على السواح الخارجيين زاد عليها السياحه الداخليه. يعني اذا بنحكي على محلات اللي هي محلات الترفيه زادت عليها السياحه الداخليه. فانا حسب رايي اليوم مسؤولية كل صاحب مصلحة تجارية اللي كان يعتمد على السياحة الخارجية يحاول اليوم يوجه الجمهور لهدف الداخلي، لأنه يجي يستهلك ويستخدم الخدمات والمنتجات اللي هو بيزودها واللي هو بيعرضها. يعني لأنه إحنا كأصحاب مصلحة تجارية نحاول نجذب لنا السواح الداخليين، راح تزيد بالأخص بخلال نص السنة القريبة الطيران راح يخف لخارج البلاد، فاحنا مسؤوليتنا انه احنا نستغل هاي الفتره ونحاول نجذب
الموارد الموجودة اليوم نستغلها لصالحنا. يعني إذا نحكي على الناصري ممكن إنه أصحاب الأوتيلات أصحاب الأماكن السياحية ممكن يستغلها لشيء إنه يجذبوا لهم سواح داخليين سواح محليين. طيب يعني الحل في هذه المرحلة على الأقل يعني التحول من السياحة الخارجية إلى السياحة الداخلية. رسلان غنايم، مفروض يكون في عنا تلاؤم، مفروض إنه نلائم حالنا. يعني ما بينفع إنه إحنا نستسلم نرفع إيدينا، راح يكون ضرر للأسف، لكن ما بيزبط ان احنا نستسلم ونرفع ايدينا ونحكي انه هذا خلاص هذا واقع. المفروض احنا نحاول نلائم حالنا، نشوف بديل جديد ولحد ما تفرج الامور ونرجع يرجع الوضع لطبيعته. نعم، رساله مهمه جدا. شكرا لك رسلان غنايم المستشار الاقتصادي. عفوا، شكرا. أما الآن إلى أبرز ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توزعت بين مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد والحياة في زمن الكورونا. نبدأ من البرازيل والتي باتت في المركز الرابع بين الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات من جراء فيروس كورونا في العالم، بعدما أحصت نحو 29 ألف حالة وفاة. وفي العاصمة البرازيلية اجتمع عدد من الفنانين الاستعراضيين، ارتدوا ملابس بيضاء وحملوا بالونات حمراء ووقفوا في صمت حداداً على ضحايا فيروس كورونا في البرازيل. وفي الوقت الذي يشكل فيه التباعد الاجتماعي تحدياً للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، يذهب نحو 200 طالب من الصف الرابع والخامس من مدرسة كوبنهاجن إلى الملعب الوطني القريب للتغلب على مشكلة عدم وجود مساحة كافية للتباعد الاجتماعي في مدرستهم. وعودة إلى الملف الأكثر تعاطفاً معه، قضية جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية الذي قتل على يد أفراد الشرطة في الولايات المتحدة، والذي أشعل مشاعر التضامن مع قضيته حول العالم. فهم أعضاء فريق ليفربول يركعون جميعاً حول الدائرة المركزية في ملعب أنفيلد تضامناً مع فلويد وما يمثله من مظلومية قد تتكرر يومياً. إلى هنا وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية. تابعونا على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.